السلام عليكم إخوان، مرحبا بكم معنا ومعكم أمين من نورلاكس كيمين. ما شفتوا في آخر الحلقات كنا كنعانيو مع جوج ديال لي بوس، سيستر فريدا والنملس كينج. حاليا فدابا نحاول نقتل سيستر فريدا، وغنساليت غنقتلها ونبداو على بركة الله. يلا حطيت لها شوية ديال البان ديالها، ولكن كنلقى صعوبة في الثيرد فيس ديالها. يلا نبداو بفضل أرياندر. قبل ما يموت قال خصنا نضربو عليها. نو 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 شفت انا لعندو كتسهيلي. يلا جوج ضربات قلي ستة ديال الاستوس فلاسك ونبداو مع السيكند فيز. اثنين شي ايت ليش ضرب من هداها. شكرا ثلاثة يلا يلا ضاجت قبل الوقت مت.
لا تحدى مش كديف هاد اوكي حاول ماشي ماشي حاول انا خلاص تبعد يا نكتب الداش فمد يا فاير انت هلا صاحبي هيلي
stamina. وأخيرا قتلت سيستر فريدا بعد عناء طويل. الخوت شنقول لكم، راه حمقاتني ولعبت لي على الاعصاب. راه كنت شحال من اتم تلعبت معها قبل ما ريكوردي اصلا، وفي التسجيل اللي سجلت قبل منه في الحلقه اللي دازت، ولكن الصراحه حمقاتني. الاخوان هانتوما كيما شفتوا قتلتها، ونشوفكم مع بوس فايت ديال نيمليسكين. وشكرا على المتابعه، واعجبكم الفيديو كيف العاده سبسكرايب ولايك، وتهلا فراسكم.